بعد نسخته الأولى التي ألهمت المبدعين، فابتكروا يعود إلينا بنسخته الثانية هاكاثون الصناعة، داعياً بشعار دع أفكارك تضيء كل مبدع ومبدعة، ليسهموا بمخرجاتهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتصبح بلادنا قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية. شهد هاكاثون الصناعة 2023 تسجيل أكثر من 5500 شخص تقدموا بأكثر من 500 فكرة، تأهل منهم أكثر من 200 مبدع ومبدعة يمثلون 57 فريقا ليتنافسوا بشغف وحماس، وعلى مدار يومين متتاليين في المعسكر التدريبي لحل 9 تحديات حقيقية يواجهها المصنعون الوطنيون ضمن 3 مسارات: التصميم، الإنتاج، الاستدامة، بمساعدة 20 مرشداً وخبيراً والعديد من ورش العمل والجلسات الإرشادية. واليوم نلتقي جميعاً لنتوج الفائزين ونكرم المشاركين بجوائز تبلغ قيمتها أكثر من 1,000,000 ريال.